ومرة أخرى أخواتي الكرام في فيديو جديد. كما سبقت ونزلت فيديو راح نخدمو لابياس تاع الموتيف، دونك راح نبداو بالموتيف لو كاري أو المربع. نبداو بهذا، دونك كما راكم تشوفوا نفس طريقة العمل، مي هذه هي كبيرة على الأخرى. سيكوا لا ديفيرونس؟ هذه خدمتها دمي بريد، هذه خدمتها بريد. دونك هذه خدمتها ب ثم عمود ذو لفة واحدة، وهذه خدمتها بعمود ذو لفتين. من الحساب هي ولا هو نفسه. نبدأ على بركة الله. دونك نستحقوا خيط، انا خدمت بالميال، كابلون ميال خدمته. دونك ونزيد نستحق الكروشيه رقم 12 ولا 1 مليمتر. دونك الخيط على زوج، خدمت خيط حرير عادي، استخدمت كابلون كما قلت لكم. دونك نبدا ب نقطه البدايه ولا عقده البدايه كما نقول لها. هنا راح نحسبو 15 سلسله ونغلقها. دونك نبدا وحده، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر. دونك هاولي كيفاش أنا نخدم الخيط تاعي. دونك ديجا أو على زوج، دونك ما نستخدمش ما نخدموش، نخدمو ديريكتومون الكباب، نخلي هادوك وليو نرميهم، نلصقهم ثلاثة ونلوي الخيط على زوج ولا على ثلاثة كيما تحبو. فقط ملاحظة، هاد لي بياس تقدرو تخدموهم بالخيط واحد كيما تحبو، شاك أخت وهي وكيما حبت تخدمهم. دونك هاي ليك بلعتها، عفوا. دونك غلقنا، نطلع بسلسلة ديال ثلاثة، راح نخدمو، دونك راح نخدمو سبعة أعمدة، حتى دونك ثلاثة زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. دونك الآن خدمنا سبعة أعمدة ذو لفة واحدة. دونك كيفاش راح نخدمو؟ في السطر الأول راح نخدموهم كيف كيف. دونك السطر الأول يخرجنا مربع كيف كيف. دونك نطلعو بستة سلسلة، وحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. دونك نبداو نزيد نعاودو نديرو سبعة أعمدة، وحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، عفوا سبعة. دونك نطلعو بستة أعمدة، وحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. دونك نعاودو نكرو العملية، نديرو أربعة سبعة أعمدة، ستة سلسلة، سبعة أعمدة، دونك نديرو أربعة على هاد الشكل. حنخدمو أربعة. دونك كي نكمل أنا نكمل السطر الأول ونعاود نرجع لكم بإذن الله. هاوليك بعد ما كملت درت أربع مرات سبعة أعمدة وطلعت بستة سلسلة، نوصل وين درت دونك باش نغلق وين كاين ثلاثة سلاسل تاع البداية، ندير منزلقة. هاوليك إن شاء الله يكون واضح. نزيد نطلع بثلاثة، ندير عمود فوق عمود، واحد، عفوا اثنان بثلاثة سلاسل، دونك نحسبوهم ثلاثة، أربعة، خمسة،
ستة، عفوا شي ساعدني، ستة سبعة انا درت 8 أعمدة، دونك نطلع بين فراغ. وصلت كملت العمود فوق عمود، وين وصلت 6 سلاسل حندير 3، عفوا حندير 4 أعمدة. دونك دائما للأعمدة اللي نخدموها هي عمود ولفة واحدة، كما تقدري تخدمي بعمود ولفتين. دونك بعد ما كملت 4 أعمدة توعي دير واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. دونك السطر الثاني واضح لكم، نعاود ندير 4 أعمدة في فراغ 6 سلاسل، ثلاثة أربعة، وندير عمود فوق كل عمود، عفوا راح ندير عمود فوق كل عمود، نكمل بنفس الطريقة حتى نكملو ونغلق السطر الثاني، ونجي كي نبداو السطر الثالث نجي نفهمكم فيه. أنا كملت الدور الثاني وطلعت ب14 سلسلة، غلقت الدور الثاني وطلعت ب14 سلسلة. دونك رانا هنا. فقط ملاحظة للأخت اللي حبت ديرها بدمي بغيتو حبت تكبرها أكثر، تقدر تزيد دور ثالث ورابع باش دير هاد تسمى العملية تاع الفراغ اللي كان هنا. كل أخت وكيفاه تحب تخدم. دونك هنا بعد ما طلعنا ب14 سلسلة راح نروحو ديريكتومون للفراغ اللي فيه 6 سلاسل ونديرو 4 أعمدة، واحدة زوج ثلاثة أربعة، ونكملو واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، نعاودو نديرو 4 أعمدة، عفوا زوج ثلاثة أربعة. دونك هنا نديرو 14 سلسلة، واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14، نروحو الفراغ وين كاين 6 سلاسل ونديرو 4 أعمدة. دونك نكمل بنفس الطريقة، وكي نجي نغلق الدور الأول نوريلكم كيفاش راح نغلقوه. السطر الثالث وين كملت 14 سلسلة 4 أعمدة 6 سلسلة، دونك الفراغات أنا وصلنا لهنا. دونك كيفاش راح ندير الآن؟ راح ندير بمنزلقة في السلسلة الأولى باش نبلع أو نغلق العمود الأول، ونطلع ب3 سلاسل، ورايحين رايحين نديرو نعمرو 14 سلسلة ب16 أو 17 عمود. دونك درت عمود الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع السد، عفوا دونك الستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 13 14 15 16، وحين ندير عمود فوق العمود وين كاين 4 أعمدة تاع السطر السابق. زوج ثلاثة، دونك
أربعة ووصلنا الفراغ تاع ستة سلاسل. هاوليك هاي قدرت تخدمت منكم أنا في هاد السطر. أربعة دونك ندير أربعة أعمدة في السطر في ستة سلاسل. زوج ثلاثة أربعة وحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة دونك أربعة سلاسل. نفس الشيء هنا راح نديرو عمود فوق عمود أربعة أربعة. الآن راح ندير نفس الشيء 16 أعمدة ونكملوا عمود فوق عمود وأربعة أعمدة ستة سلاسل أربعة أعمدة عمود فوق عمود ندير 16 عمود هكذا حتى نوقفوا هاد السطر. دونك نكمل السطر نعاود نرجع لكم إن شاء الله. دونك أنا رجعت لكم بعد ما كملت كما راكم تشوفوا. دونك مازال لي ندير هنا عمود فوق عمود تاع أربعة أعمدة لي قعدو لي هنا باش نولي نعقد السطر الرابع. زوج ثلاثة أربعة. إن شاء الله تكون طريقة واضحة وقدرت نفهم لكم. دونك هنا راح نغلق في ثلاثة سلاسل وين كاين ثلاثة سلاسل اللي طلعت بها راح نغلق بمنزلقة هايليك. دونك نفس الشيء نكملو نطلع بثلاثة سلاسل. هنا في الدور قبل الأخير راح ندير عمود فوق عمود ندير كما قلنا عمود فوق عمود دونك يكون عندنا 16 عمود. اذا حبت اي اخت عندها صدر عندها بياسة ما قدرتش ديرها تقدر تحطها لي في التعليق وان شاء الله او في المجموعة تاعي على الفيسبوك او اي مكان تحطها لي ان شاء الله نقدر نفيدها. اذا عرفت علاش لا ما حاش نخليكم. دونك هنا ما راح نزيدو اي اضافة كيما خدمنا عادي ما حاش نزيد اعمدة. وصلت الأربع سلاسل أعمدة عفوا إن شاء الله كما قلت لكم الطريقة تكون واضحة
درت نحكي لكم ميساج. اذا كانت طريقه ولا طريقه تاع الشرح ما عجبتكمش، كاين تعليقات حول لي فيديو خليوها لي، وانا ارحب بكل تعليق نسي نخدم به في المرة القادمة ان شاء الله. دونك 3 4 5 6 كما راكم تشوفوا. دونك نكملوا بنفس الطريقة هذا السطر، دونك نكمله لكم ونشوفوه مع بعض في نهاية هذا السطر. دونك ما قعدناش بزاف، نكملوا ونرجع لكم ان شاء الله. اخرى دونك بعد ما كملت وغلقت، الان راح كيفاش راح نخدمو، راح نديرو دي ماي سيري، وحدة زوج ثلاثة عفوا اربعة، ونطلعو باربعة سلاسل ونديرو بيكو، نكملو وحدة زوج ثلاثة عفوا ثلاثة أربعة، ونطلعو بأربعة سلاسل ونديرو أنوطخ بيكو. دونك حتى نكملو كامل هدايا ونغلقو الخيط. دونك كيما راكم تشوفو كملنا لابياس، أي سهلة. بعد ما تحددوها راح ترجع لكم هكذا إن شاء الله. فوالا عليك. الان راح نجوزو الفيديو الموالي ان شاء الله، راح نديرو هاد لابياس. دونك انتظروني في فيديو جديد، راح ندير لكم هاد لابياس ان شاء الله. هنك هكذا نكونو نكملو الفيديو تاع الموتيف لاغوب كابيل. السلام عليكم اخواتي الكرام، في انتظار جميع تعليقاتكم الى فيديو القادم ان شاء الله.